لا ما بتصدق قديش لا بقلك اكل منك شقفه. عجبك؟ حلو كتير والله. تاخدي شكرا. كتير مناسب حلو. لليوم؟ ايه طبعا مناسب بجنن. وحتى تفاصيل شغلك على الحفله بتطير العقل. لميس؟ عصام تعال، شو اخبارك؟ منيح وانتي؟ منيحه، اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي، كيفك؟ شو هالحلاوه؟ شكرا كتير. العفو. بتعرفي أسيل عزمت عصام لحتى ما ضل لوحدي بالحفلة، بظن رح تتأخر كتير. ايه بس ما فرقت معك، غرام سلتك شوي. ليه لا تجيبي لي سيرتها لهالمقصة الرقبة؟ بس والله تضايقت على اللي صار معها، شفتي كيف عبق وشها؟ فعلا احمرت كتير، بتستاهل. هو كنت بدي اتضايق عليها، بس لما تذكرتك بطلت اتضايق. إذا بقول ما زالت بكون كذبت والله. أنا فاتني شي، يبدو عم تحكوا عن شي حدا مزبوط؟ هو كنا عم نحكي حديث فاضي، لا تاكل هم انت. شلينا على حدا، ما جبنا سيرة حدا. واضح ما في شيء ابدا ابدا، شيء بعيد عنكم ابدا. يعني الصراحة انتم ما بتحكوا على حدا. شو عم يصير؟ هذا الزلمة اللي شفناه بالنادي هو نفسه اللي طلعت لميسة بتعرفه وسلمت عليه، صح؟ مزبوط. لك هذا الغليظ شو ما عرفته يا زلمة؟ اجى لعندهم اول شيء وصار يعرض عليهم خدماته. معك حق. طيب وشو جابوا هلا مع لميس؟ ها هو ما اجى مع لميس هلا وصيل، ما فهمت شو بده، بس بصراحه ما عجبني، ما حبيته. مراد؟ ايه بدي اعرف اذا في شيء بيناتهم. لا عثمان اطلع عليه، بعدين هو ما انه ستايل العينتين تبعك، وما عنده مؤهلات ليكون حبيب لميس، ما عنده الجرأة، ما عنده، مستحيل. هدول اكيد رفقاته. مراد؟ ايه شو بدك؟ بدي افهم. شو بتحب يعني ابسكم من خوني او زدت لك يا برا؟ خليك قول شو بدك. مراد بدي افهم. يخرب بيتك شو عنيد، امشي خلينا نروح لعندها ونوقف نحكي معها وشوف بعينك، ورجيها انك غيران عليها. شو بك تلحلح شوي؟ موافق. يلا تمام نروح. يلا. من وين بيطلعوا لنا هالاشكال؟ كتير تاخرت غصون مو؟ تفضل. مرحبا. مرحبا، يعطيك العافية. بعرفكم عصام، رفيقة للميس. مرحبا يا هلا. أهلا وسهلا. تشرفنا. عثمان تشرفنا. وأنا. المكان حلو كتير وبرأيي السهرة رح تكون حلوة. بفضل أسيل، أنا عن جد كتير مديون لك لأنه دخلتي أسيل على حياتي، شكرا. يعني هالتحفة كلها من أسيل. الشكر مانو إلي، لازم تتشكر السيد عثمان لأنه هو اللي عرض الوظيفة عليك. شكري معنا، شو عم تستني؟ شكرا إلك. هذا واجبي. أصلاً أنا اللي بتشكركم أنتوا الثلاثة. نحن محظوظين فيك. حفلة بتجنن. شكراً يا عمري. أنا معناتها رح أجيب كوكتيلات، أو ما أجيب ناديلون يجيبولنا لأنه أنا صاحب المكان. إيه واضح. في عندي روزة. ألو مرام، ما اتصلتي؟ عم بستنى منك أخبار، ما قدرتي تحكي مع أسيل؟ سهيل كنت رح أتصل فيك، ومنيح أنه أنت اللي اتصلت. حياتي أنا بصراحة حكيت مع أسيل، ومثل ما توقعت بالضبط، سهيل بالرايحة وبالجاية ما بتشيل اسمك من لسانة بنوم. ايه كانت بتحبني كتير وما بظن تتنازل عني ابدا. تماما تماما حياتي، ما قدرت تنساك ابدا. انا برأيي تحمل حالك وتجي لهون واكيد رح تكون مبسوطة. عن جد؟ انتي متأكدة؟ طبعا متأكدة حياتي. ليك ناطرتك تعالها. طيب ماشي، معناتها المسا بشوفك. جاي على بالي نتسلى شوي اليوم، منغير جو. هلأ انت مدرب رياضة مو؟ يا شباب عصام صديق قديم إلي من أيام فريق السباحة وكرة الطائرة المائية، من أيام الإعدادية. مزبوط ولا أنا غلطانة؟ لعبنا مع بعض بفريق كان اسمه بيضحك، كان له لوجو سخيف. ايه ايه اسمه ما بيروح من بالي بالمرة. فريق الصدفة الزرقاء. الصدفة الزرقاء؟ ايه؟ أنا كنت بهداك الفريق. كيف؟ كيف يعني؟ عن جد؟ السنة اللي ربحنا فيها كأس السمسم أنا كنت أخذ رقم 8 وقتها. بس دقيقة، أنت متأكد؟ لأنه رقم 8 هديك السنة صديقنا محمد كان أخذه. إيه صح؟ إيه؟ هيك على ما أذكر. كيف؟ كان عندك حب الطفولة يا حياة. لا شو عم تحكي أنت، مو مثل ما أنك متخيلة، شي بريء بس. عثمان هلأ أنت اسمك محمد؟ ما فهمت. إيه أخي إيه، اسمي مركب، محمد عثمان. بهداك الوقت كانوا ينادوا لي محمد. إيه؟ انتو بتعرفوا بعضكم من الطفولة معناتها. لميس متذكرة ام الضفاير، الضفاير راحوا بس العيون ضلت.
يعني انت كمان متغير علي كتير، بس نفس العيون. يعني انتو طلعتوا حب طفولي. ابني انت تركت الفريق واختفيت. لوين رحت؟ هلا امي وابي انفصلوا وقتها، بعدين سافرنا على ازمير، وهنيك بلشوا ينادوا لي عثمان. يعني تغيرت حياتي. معقول هي الدنيا شو صغيره؟ شي بيفاجئ. مثل الافلام. انقذتي لي حياتي مره. ايه والله متذكر. وانقذتي له حياته كمان. كان عم يختنق بيومه، كان عم يختنق. ايه بلعت مي. فهمني وين اختفيت طول هالفترة، احكي لنا. لا تضلك واقف. دقيقة انت عصام الحجرة. تعال هون لكان. اهلا وسهلا. ما كنت بعرف. بصراحة متغير علي كثير. وانت كمان.